الحضور ديالي اليوم هنا في المغرب كجالية مغربية هو ختم واحد الحفل اللي بديناه مدة هذه السنة. هي مسابقة عبارة عن مسابقة لاختيار أحسن صوت مغربي طربي، ولهذا تسمتها الجمعية السلام تظاهرة فنية ثقافية لحماية التراث الثقافي والبيئة وتشجيع التنمية المستدامة. الشعار ديال هذه السنة الدورة الأولى وهو الرقي بالأغنية المغربية بين الأجيال. لهذا اليوم احنا مسرورين أننا نكرم فنانة قديرة كعتيقة عمار، وباش هاد الشباب هذا كيف ما وعدتهم الجمعية أنها غتقوم لهم الحفل في المغرب ويتختار أحسن صوت ليهم اليوم أحسن مطربة مغربية اللي عندنا هي عتيقة عمار، وأحسن ما كاين في الجوري نائمة إلياس والأستاذ مصطفى حريش ومصمم ديالنا حسن بوشيخي والأستاذ القاعة ديال الحفل اليوم البوشعيب البيضاوي بسيدي بليوط الأستاذ العلاوي. الحفل هذا تنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم، وتنشكركم لأنكم تتواكبوا هاد الحفلات وهاد الطاقات هذه الشبابية، وتنتمنى لكم إن شاء الله حظ سعيد، وشكرا للجريدة تاعتكم. شكرا بزاف، بارك الله فيكم. أنا جد مسرورة وسعيدة جدا 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 لأن هاد جمعية السلام فرنسا اللي كترأسها السيدة نادية صدراوي فكرت فيا وكبرت بيا، وشكرا لهم كثير وشكرا على المجهودات ديالهم. كنتمنى لهم واخا الدور الاولى كنتشرف بان نكون انا فيها في الافتتاح ديالها، كنتمنى لهم دورات كثيره كثيره كثيره، وكنتمنى انه تكون مثال الجمعيات اخرى هم يقوموا بحال التظاهرات يجمعوا فيهم الشباب في مسابقات يشجعوا الشباب في الميادين كلها. وهذه زي خصوصا ان الاخت جات من فرنسا من الجاليه المغربيه اللي فكرت فينا، كنتمنى حتى هنا حتى هما يفكروا فينا. وشكرا للتكريم وسعيده جدا والله، واحد السعاده ما تصورش. شكرا. يعني هذا كان تشريف ليا من هذه الجمعيه ديال اخواننا المغاربه المقيمين في الخارج، عمالنا في الخارج، وجمعيه المغربيه ديال اكتشاف فنانين جدد شباب لدعم الثقافه وتنميه الاغنيه المغربيه في هذا في بلادنا، لان الحمد لله عندنا طاقات، عندنا طاقات كبيرة اللي مازال خصها تكتشف، وكاينين فنانين مغمورين فلما لا أنهم يكتشفون ويبانوا على صعيد الساحة الفنية. اليوم أنا متواجد في المركب الثقافي سيدي بليوط كعضو في لجنة التحكيم الأمسية الفنية الثقافية اللي كتنظمها جمعية سلام بفرنسا تحت إشراف السيدة نادية السرداوي، وأنا سعيد أنني نكون ضمن لجنة التحكيم مع السيدة الفنانة المغربية نعيمة إلياس وبحضور المطربة المغربية عتيقة عمار ووجوه فنية أخرى، وأنا سعيد بهذا التكريم وكنشكر المنظمين وكل الناس ديال الدار البيضاء على هذا الحفاوة وهذا الاستقبال. ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.